السلام عليكم. ما زلنا في أمثلة نظم تشغيل والجدول الموجودة في كل واحد منها. بعد ما شرحنا لينكس في المحاضرة السابقة وصلنا إلى الجدولة في نظام تشغيل ويندوز. الويندوز أيضا مثل ما موجود في اللينكس يستخدم البرايورتي بيست بري امبتيف سكجولينج، جدولة القائمة على أساس الأولوية واللي فيها حق الشفعة، أنه إذا كان وصلت العملية الأكثر أولوية يتم إخراج العملية الأقل أولوية وإدخال العملية الأكثر أولوية إلى المعالج. ايضا الهايست برايورتي ثريدز ران نيكست، المهمات الاكثر اولويه هي التي يتم تنفيذها في يعني مباشره في يعني المساحه الفارغه في المعالج. الديسباتشر هو يعتبر السكجولر، الديسباتشر اللي هو يعني مثل ما ذكرنا الشورت تيرم سكجولر اللي يقوم باختيار المهمات للمعالج التي يتم تنفيذها في يعني مستقبلا، هو يعتبر هو نفسه السكجولر. الثريد كل واحدة من المهمات تبقى في حالة تنفيذ في داخل المعالج حتى تحصل واحدة من الحالات التالية، أما أنه تحصل يعني في عملية بلوكينج يعني يتم حجبها عن المعالج، أو أنه الزمن المخصص لها ينتهي، أو أنه يتم إخراجها من قبل عملية أعلى أولوية أو مهمة أكثر أولوية، لأنه هنا نتحدث عن ثريدز. أيضا الريال تايم ثريدز كان بي بريمبتد كان بريمبت نون ريال تايم ثريدز، يعني المهمات الزمن الحقيقي تستطيع بسهوله اخراج مهمات الزمن غير الحقيقي من المعالج، لانه دائما احنا عندنا ريال تايم هي تعتبر اعلى اولويه. هنا اكو عندنا 32 مستوى من الاولويه في المعالج. فاريبل كلاس يعني الصنف المتغير والمتغيرات اللي هي المهمات الاقل اولويه راح تكون من 1 الى 15، والريال تايم كلاس من 16 الى 31. يعني هذه هي القيم يعني او تقسيم مستويات الاولويه للعمليات. برايورتي 0 طبعا هنا تلاحظ انه بدينا من 1 الى 31، ففي حين هو المجموع يفترض يكون 32، لانه اكو عندنا برايورتي رقم 0 راح تكون الميموري مانجمنت ثريد، مهمه اداره الذاكره، هنا تعتبر هي يعني الاعلى اولويه من قبل كل العمليات الاخرى، لانه شيء طبيعي انه اذا لم تعمل لدينا مهمه اداره الذاكره فمن المستحيل ان يعمل لدينا ديسباشر او سكجولر او اي واحد من المهمات الاخرى. فبالتالي دائما إدارة الذاكرة وتحديد ما هي العملية التي يجب جلبها من الذاكرة الثانوية الهارد ديسك إلى الذاكرة الرئيسية اللي هي الراندوم أكسس ميموري، ومنها إلى الكاش، ومنها إلى الريجسترز الخاصة بالمعالج، هذه كلها تعتبر هي جزء من الميموري مانجمنت، فدائما تكون هي ذات الأولوية رقم صفر اللي هي أعلى أولوية. الكيو فور ايتش برايورتي، هنا يكون هناك طابور مستقل لكل واحدة من هذه الأولويات. If no run runnable thread run idle threads، إذا لم يكن هناك يعني مهمة قابلة للتنفيذ في أي واحدة من هذه الطوابير يتم الانتقال إلى ما يسمى بالايدل ثريد اللي هو أيضا تعتبر مهمة يتم شغل المعالج بها إذا كانت لدينا إذا لم يكن لدينا أي مهمات أخرى. هنا أيضا عندنا الويندوز برايورتي كلاسز اللي هي أصناف الأولوية في الويندوز. هنا الويندوز 32 يحتوي على API Application Programming Interface تحدد لنا يعني أصناف الأولوية لكل واحدة من العمليات، واللي هي يعني ريال تايم برايورتي كلاس، هذه هي اسمها ريال تايم. هاي برايورتي كلاس اللي هي يعني الصنف عالي الأولوية. أبوف نورمال برايورتي كلاس اللي هو الصنف اللي أعلى من الشيء الطبيعي. نورمال برايورتي كلاس اللي هو الصنف الطبيعي الأولوية الطبيعية. بلو نورمال برايورتي كلاس اللي هو الصنف الأولوية الأقل من المعدل الطبيعي. ايدل برايورتي كلاس اللي هو يعني صنف الأولوية المعطلة واللي هو يعتبر أقل أولوية للعمليات. كل العمليات السابقة هي متغيرات ما عدا الريال تايم، هذه تعتبر هي كونستانت ثابتة. يعني المهمة في داخل يعني في داخل أي واحدة من هذه العمليات مثل ما ذكرنا احنا البروسيسز تحتوي على ثريد واحد أو مالتيبل ثريدز أو مجموعة من المهمات أو الثريدات. فالثريد الواحد في داخل واحد أي واحدة من هذه العمليات أيضا يحتوي على relative priority أولوية نسبية، يعني في داخل العملية الواحدة إذا كانت لدينا عدة مهمات فمن هي المهمة الأولى والثانية والثالثة، يعني كيف يتم ترتيب المهمات في داخل المعالج، أيضا بالاعتماد على time critical highest above normal normal below normal lowest and idle، يعني هذه تعتبر أعلى أولوية وهذه تعتبر أقل أولوية، تقريبا نفس الأسماء الخاصة بالبروسيسز إلا أنه هذه تسمى relative priority اللي هي الأولوية النسبية لأنه هي في داخل العملية الواحدة. Priority class and relative priority combine to give a numeric priority. طبعا هذه يعني صنف الأولوية اللي هو يعني يصنف العمليات والأولوية النسبية في داخل العملية الواحدة كلاهما يتم جمعهم سوية لإعطائنا فت قيمة أولوية رقمية. طبعا البيس priority is normal within the class. الأولوية الطبيعية يعني أو الأساسية هي تعتبر نوع النورمال، يعني كل ما كانت العملية أكثر أولوية تصعد فوق النورمال، وكلما كانت أقل أولوية راح تكون under normal أو below normal.
if a quantum expires prior to lowered but never below the base. يعني إذا كان يعني عندما يتم تنفيذ عملية معينة ثم ينتهي الشريحة الزمنية المخصصة لها، يتم تقليل الأولوية الخاصة بها، إلا أنها من المستحيل أن تنزل أسفل من البيس، البيس اللي هو اللي ذكرنا اللي هو النورمال. يعني إذا كانت العملية هي above normal بالبداية ثم دخلت إلى المعالج وبدأت في التنفيذ ثم انتهى الزمن المخصص لها، بعد ذلك راح يتم تقليل أولويتها، لأنه مهما تم تقليل الأولوية فلن تكون أقل من البيس، يعني لن تنزل أقل من النورمال. If wait occurs، إذا حصل لدينا عملية wait، أي أنه هناك مهمة أو يعني عملية تحتاج بيانات input output، فراح تدخل في عملية الويت. في البرايورتي راح يتم عملية البوستنج، يعني راح يتم المحافظة على الأولوية الخاصة بها بالاعتماد على on what was waiting for، بالاعتماد على ما هو الذي ننتظره، هل هو input output طبيعي، هل هو interrupt، هل هو غير شيء. الفورجراوند ويندوز give 3x priority boost، يعني العمليات الموجودة في الفورجراوند في يعني الواجهة المستخدم تعطى 3 مرات أو 3 أضعاف البوست، يعني يتم المحافظة على أولويتها 3 مرات، أي أنه يتم السماح لها 3 مرات بعمل ويت وانتظار بيانات من جهات أخرى. بعد ذلك شيء طبيعي أنه راح تنزل الأولوية الخاصة بها، لأنه هذا يدل على أنه هي تنتظر الكثير من الأمور وهي غير مستعدة للتنفيذ حاليا. الويندوز 7 ضاف لنا ما يسمى باليوزر مود سكيدجولينج، اللي هو جدولة مستوى أو نمط، يعني نمط المستخدم. الابلكيشنز كرييت اند مانج ثريدز اندبندنتلي اوف ذا كيرنل، هنا يتم خلق وإدارة المهمات أو التطبيقات بشكل مستقل عن نواة النظام. For large number of threads much more efficient، يعني إذا كانت لدينا عدد كبير من المهمات هذا النوع من الجدول راح يكون أكثر كفاءة بشكل كبير. يعني الـ User Mode Scheduling يستخدم مكتبات من نظم من لغات البرمجة مثل C++ الـ Concurrent Runtime Framework، يعني هذا إطار عمل اسمه Concurrent Runtime موجود في C++، يتم استخدامه لإنشاء ما يسمى بالـ User Mode Scheduling. وهنا ايضا مثل ما ذكرنا عندنا 32 مستوى للاولويه في الويندوز، اللي هنا بالنسبه للريال تايم والتايم كريتيكال راح تكون هي اعلى شيء او واحد. بعد ذلك عندنا الهاي، ابوف نورمال، نورمال، بيلو نورمال، اند ايدل. وتلاحظ انه كل ما تجنب هذا الاتجاه راح تقل الاولويه. كذلك ايضا من ننتقل من التايم كريتيكال هايست، ابوف نورمال، نورمال، بيلو نورمال، ايضا راح تنزل الاولويه في كل واحده من هذه الاعمده. تلاحظ انه اخر شيء اذا كان لدينا ايدل برايورتي ونوع المهمه هو ايدل ايضا راح تكون هي الاقل اولويه. بالنسبه لنظام سولاريز ايضا اللي هو المثال الثالث لانظمه يعني التشغيل والجدول الموجوده في داخلها، ايضا يستخدم منها برايورتي بيست سكجولينج. يعني لاحظنا هسه انه اللينكس والويندوز والسولاريز كلهم يستخدمون البرايورتي بيست سكجولينج. هنا ايضا يقوم بتصنيف المهمات الى 6 اصناف، اللي هو التايم شيرنج المشاركه الزمنيه تي اس، الانتراكتيف العمليات التفاعليه، ريال تايم العمليات الزمن الحقيقي، عمليات النظام، الفير شير عمليات المشاركه العادله، والفيكست برايورتي اللي هو يعني الاولويه الثابته لكل واحده من العمليات. طبعا given thread can be in one of classes in one class at a time، يعني كل واحده من المهمات يجب ان تكون ضمن واحد من هذه الـ6 كلاسات في اي وقت في اي لحظه زمنيه. كل كلاس يمكن ان يحتوي على خوارزميه الجدوله الخاصه به، يعني اذا كان لدينا الريال التايم شيرنج طبعا هذا راح يكون له طابور انتظار خاص به وتكون له يعني خوارزميه الجدوله الخاصه به. التايم شيرنج از ا مالتي ليفل فيدباك كيو، مثلا هو هذا نفس التايم شيرنج هو من نوع المالتي ليفل فيدباك كيو، طابور تغذيه العكسيه متعدد المستويات اللي تحدث عنه ايضا في المحاضرات السابقه. لودبل تيبل كونفيجرابل باي سيستم ادمن، طبعا هذا يعني الجداول الخاصه بكل واحده من هذه الطوابير راح يتم ضبطها من قبل السيستم ادمن اللي هو يعني مدير النظام، اي انه هنا راح يعطي فد حريه اكبر لمدير النظام انه يتحكم بالاولويات الخاصه بكل واحده من هذه العمليات، بخلاف الانظمه الاخرى اللي هي تكون اوريدي يعني مبرمجه وجاهزه في النظام. هنا ايضا نلاحظ بانه عندنا سولاريز ديسباتش تيبل البرايورتي الاولويه، كل ما يعني زادت الاولويه كل ما طبعا هنا الاولويه صفر معناتها اعلى شيء. فهنا التايم كوانتم الشريحه الزمنيه المخصصه لهذه العمليه راح تكون الاكبر. تايم اكسباير تايم كوانتم اكسبايرز عندما يكون صفر، والريتيرن فروم سليب بعد 50 يعني ملي سكند. هنا لاحظ انه كلما زادت قلت الاولويه كلما ايضا قل التايم كوانتم او الشريحه الزمنيه المخصصه لها، وكلما زاد الزمن الذي عنده تحصل لدينا اكسباير. ونفس الحاله هنا تقريبا يعني ثابته من 50 الى 59، ايضا هي تزيد بشكل نسبي اللي هو الريتيرن فروم سليب. هنا ايضا عندنا فد مخطط اخر يوضح لنا الجدول في نظام السولاريز.
هنا هاي الجلوبال برايورتي، الاولويه يعني على مستوى النظام، وهنا السكجولينج اوردر، التسلسل التنفيذ. هنا كلما كانت الاولويه اعلى كلما كانت التنفيذ في البدايه. يعني اول نوع من انواع العمليات التي يتم تنفيذها اللي هي الانتربت ثريدز اللي هي المهمات المقاطعه، بعد ذلك الريال تايم ثريدز مهمات الزمن الحقيقي، ثم مهمات النظام سيستم ثريدز، الفير شير، الفيكست برايورتي، الريال التايم شيرنج، والانتراكتيف. هذا كلهن يعني هنا يكون عندنا اول شيء يتم تنفيذه يعني لانه اعلى اولويه، بعد ذلك تقل ادنى يعني اخر شيء يتم تنفيذه لانه تكون ادنى او اقل اولويه. وهكذا يتم يعني جدوله العمليات في داخل انظمه السولاريز. ايضا عندنا السكجولر كونفيرس كلاس سبيسيفيك برايورتيز انتو بير ثريد جلوبال برايورتي. المجدولات ايضا تحول لنا الاولويات من على مستوى العمليه الى مستوى المهمه في داخل العمليه. threads within with highest priority runs next، يعني المهمات ذات الأولوية الأعلى هي التي يتم تنفيذها مستقبلا، وشيء طبيعي يعني. هذا نفس الحالة بالنسبة للويندوز والسولاريز، أيضا المهمات يتم تنفيذها حتى تتعرض إلى بلوك أو uses time slice أو ينتهي الشريحة الزمنية، أو يتم إخراجها من قبل مهمة أعلى أولوية. multiple threads are the same priority selects via round robin. هنا ايضا المهمات التي لها نفس الاولويه يتم اختيارها باستخدام طريقه الراوند روبن اللي هي يعني فيرست كام فيرست سيرفد، مع وجود شريحه زمنيه لكل واحده من العمليات. فهنا تلاحظ بانه هذه الانواع الثلاثه يعني من نظم التشغيل، وكل واحده من يعني لينكس وويندوز وسولاريس، يمكن ان تكون هناك سؤال هو عباره عن مقارنه بين هذه الانواع الثلاثه، ما هي الخوارزميات المستخدمه، ما هي اصناف الاولويه التي يتم تقسيم العمليات لها، ما هي الاصناف في داخل العملية الواحدة اللي هي relative priority الأولوية النسبية للمهمات في داخل العملية الواحدة. وأيضا يعني يمكن أن يكون هناك سؤال مثل ما ذكرنا في هذا المجال، ويتم الإجابة عنه بأنه نذكر كل واحدة منها بشكل مفصل، أما على شكل جدول مقارنة، أو أنه يتم الحديث عنها بشكل يعني نصي مثل ما هو موجود هنا. فيعني يفضل أنه يتم التركيز على هذا الموضوع. بالنسبه للجزء الاخير من هذا الفصل راح يكون ان شاء الله عن الالجوريثم ايفالويشن، يعني كيف نعرف انه ما هي خوارزميه الجدول التي نختارها لكل نظام تشغيل. هذا ان شاء الله راح يكون عليه حديث في المحاضره القادمه. خليكم ويانا، شكرا جزيلا، مع السلامه.